اقرأ. وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to a new episode of the Simple Arabic Q Less Master Suratul Al Baqarah series brought to you by TV Academy, your borderless school of the Quran by the will of Allah. Today we are progressing to a new set of activities, and we are still in part number three of section number one of suratu Al Baqarah, and we will be having verse number verses number 55 and 56 inshallah without further ado let's do this a'udhu billahi minash shaitani r-rajim wa idh ya musa wa idh qultum ya musa وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ ۖ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَهُ ۖ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَهُ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة Let's go back. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً Moving on. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةً فأخذتكم الصاعقة. فأخذتكم الصاعقة. Let's go back together. وإذ قلتم يا موسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةَ moving on وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ

ثم بعثناكم من بعد موتكم ثم بعثناكم من بعد موتكم ثم ما بعثناكم من بعد موتكم. Moving on. لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون Let's connect ثم بعثناكم together ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون Now let's go back to combine everything واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون All right, this marks the end of this episode and I will see you tomorrow in a new activity after we have practiced this and combine it with our previous ones inshallah ta'ala until then see you and see you in Jannah والسلام عليكم ورحمة الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم